بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. خطأ شائع في الصلاة، وأدعو نفسي والجميع إلى الاهتمام بالابتعاد عنه وعدم فعله في الصلاة، ألا وهو قول ربنا ولك الحمد والشكر. فالعبادة توقيفية، بمعنى كما بين أهل العلم أن العبادة تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن الصلاة تحديدا علمها جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علمها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وصلى على المنبر حتى يرى الصحابة كيف كان يصلي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قال فيما صح عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلينا أيها الأفاضل وأيتها الفضليات أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نلتزم بما كان يقول وبما كان يفعل. مما يقال: ربنا ولك الحمد عند القيام من الركوع، ويقال أيضا: اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. إذن أربع صيغ تقال عند القيام من الركوع، ولا يزاد فيها أي لفظ آخر. الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا على الصلاة الصحيحة التي صلىها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كي ننال الثواب العظيم من هذه الصلاة العظيمة المكانة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.